إذا نحن حكينا على زوج محركات، النمو حكينا على الإستهلاك وحكينا على الإستثمار، مازال المحرك الثالث وهو محرك التصدير. إيش شنو التصدير في تونس؟ التصدير، قال لك إحنا تونس نصدروا. <applause> ومحافظ البنك المركزي وكل الحكومات تقول لك تونس تصدر مش تصدر كهو سي <applause> عامر، ولها فائض تجاري مع فرنسا. قبل ما نوصلوا للفائض التجاري مع فرنسا، تونس هو تصدر؟ التصدير؟ التصدير يعني تصدر المنتوج متاعك أنت اللي <متسجد> تحسب منتوجك أنت باش المداخيل نتاعو ترجع لك. احنا قاعدين نعلموا في عملية التصدير من نوع هذايا اللي تقوم بها الشركات المقيمة اللي تنشط في إطار نظام التصدير يعني <متسجد> نظام لا الأونشور يعني هذيا المقيمة. نظام التصدير النظام العام للتصدير. هذه شركات تونسية المنتوج تونسي صادراتها وشنو قاعدين نصدروا نصدروا احنا وهذايا يعني للتاريخ التونسي يزمهم يعرفوه قرار التصدير والمنتوجات اللي قاعدين نصدروا فيها مش احنا قررناها تم اخذ القرار من سبعينات القرن الماضي وتحديدا في سنه 1969 ب انظار تونس لاول اتفاقيه تعاون وشراكه مع المجموعه الاقتصاديه الاوروبيه في هذه الاتفاقيه تم وضع المواد اللي تونس باش تختص في تصديرها وكيفاش تم اختيار هذه المواد تم اختيارها في يعني من زاويه تكونها لا يمكن في كل الاحوال ان تشكل تهديد على يعني المنتوجات ال أوروبية وذلك علاش التصدير خرجوا في التصدير كل ما هو مم. يعني مواد استخراجية ونفطية والكل واخذوا كان المواد الفلاحية شو اخذوا في المواد الفلاحية اخذوا زيت الزيتون واخذوا شوية تمور شوية قوارض شوية منتوجات يعني الصيد البحري وحتى في زيت الزيتون خنقونا بما يسمى بنظام الحصص اش معناتها نظام الحصص يعني اعطاك حصص كوتا معينه كوتا يعني 75 الف طن تصدرها بدون معالم ديوانيه اش معناتها دي نظام الحصص هو كونك نعطيك انا ممارسة تفاضلية باش تصدر المواد نتاعك وعندها نعطيها القدرة التنافسية أمام المنتوجات نتاعي وخاصة كون يعني الكمية هذيك تدخل للسوق الأوروبية دون معاليم ديوانية وما يتجاوز ويفوق الخمسة وسبعين يعني ألف طن يخضع لمعاليم الديوانيه. وبالتالي يفقد القدرة, يفقد القدره على التنافس. وضمنهما على بها يعني كده. دونك من وقتها وش عملوا زاد كيف كيف؟ أه وجهوا الاقتصاد نتاعنا لتلبيه حاجياتهم وخاصه يعني القطاع الفلاحي ونمأو كل القطاعات التصديريه كل القطاعات كل المنظومات الفلاحيه الموجهه للتصدير وهي اللي تمتعت بالحوافز يعني وبالتشجيعات. إذا اللي قاعدين نصدروا فيه اليوم هي ما نخرجوش على هذايا، علاش قلت لك انا يعني هناك تبجح وهناك مغالطات للشعب التونسي كوني تونس قاعده تصدر وتونس عندها تنوع مه. في الصادرات، ما المقصود بالنسبه لهم هم شو قاعدين نصدروا؟ يقول لك احنا قاعدين نصدروا في النسيج، قطاع النسيج، في قطاع المك... الميكانيك والكهرباء، ونصدروا ايضا في القطاع الايغونوتيك يعني مه. الطائرات ويعني المسؤول كل المسؤولين يجي ويقول لك رانا احنا قاعدين نصدروا اي الصادرات هذيك نتاعك هوني تسمح لي سي عامر شويه من, من, من وقتك النسخه السادسه نتاع دليل الاحتساب الميزان المدفوعات بالنسبه لصندوق النقد الدولي والمعايير هذه وضحها يعني صندوق النقد الدولي معايير دوليه شي يقول لك يقول لك ما يتسمى منتوج يعني ما تسمى صادرات الا ما يكون المنتوج هذاك ملك الدوله <applause> ملك الدولة اللي تصدرها وقتها كيف تصدرها المداخيل نتاعها ترجع لك اش معناتها تقول لي جنات يعني تم اذا المنتوجات ما هيش ملكك شنو هي المنتوجات اللي ما هيش ملك هي المنتوجات اللي قاعده تتم في اطار المناوله <applause> لا سو تريتونس الكل نعرفوا واش ناخذ يعني مثال بسيط جدا في القطاع النسيج الكلنا نعرفه كونه قطاع النسيج بتاعنا هو يعمل في اطار ما يسمى بالمناوله ويعمل فيها يعني شركات منتصبه تاخذ الاوابر من شركات الام, الأم. كان ناخذ فرنسا ولا ايطاليا ولا دول اخرى يعني نجيبوا من عندهم المواد الاوليه يعني في صيغتها الخام والقيمه المضافه بتاع تونس فاش تتمثل في يعني الفصالة وال, وال, وال وتخيطها وتعملها و, ترجح و يعني ترجعها منتوج نهائي تجيبها يعني مفركة كيف متاع يعني قطاع السيارات ولا قطاع الطائرات هذيك يعني تجيبها وتركبها وترجعها يا اما منتوج نهائي ولا يا منتوج يعني نصف دونك الصنف هذا مش تصدير مم. يقول لك يقول لك المنتوج هذاك مش ملكك مم. عمليه التصدير ايش معناتها هوني هي عمليه استرجاع منتوج استرجاع مواد يعني جبتها رجعتها منتوج نهائي ولا نصف يعني مصنعة وعملية استرجاع المنتوج التوانسة صورت في تونس يحتسبوا هدايا وهذه فيها مغالطات وفيها تزوير وتدليس علاش لأنه اليوم يقولك احنا قاعدين نصدروا قاعدين نصدروا ما قاعدين نرجعوا لهم علاش لانه البنك المركزي في 2016 وقت خرجنا احنا مقال انا وسي جمال الدين العوي خرجنا واتهمنا فيه البنك المركزي بالتدليس وقتها سي شادي العياري لاول مره يخرجوا يعني وثيقه ويقول فيها كونه راهو كل المنتوجات اللي تصدرها الشركات غير المقيمة هذه الصادرات لا تأثير لها على الاحتياطي من العملة الصعبة بما يعني ان مداخيل هذه الصادرات ما هي ما تتبدجيش لتونس دونك انا هي المداخيل اللي ترجع لنا هي المداخيل نتاع الصادرات اذا اذا المنتوج المصدر لابد ان يكون ملك الدوله وهذا اللي قاعدين احنا يعني نحاولوا باش نوريه علاش لانه اليوم وخرجت الجمعه هذه يعني نتائج التجاره الخارجيه و حسب يعني المعهد الوطني للاحصاء يقول لك العجز الميزان التجاري نتاعنا وصل الى 12 مليار دينار والحال ان عجز الميزان التجاري نتاعنا خلال الاشهر الثمانيه الاولى هو 23 مليار دينار ثم تلاعب بالارقام هناك تلاعب بالارقام وتعرف الخطير وين فيه هذايا كونه يجي يقول لك انا عندي فائض مع فرنسا تعرف معناتها عندي فائض مع ثاني قوة اقتصادية في أوروبا يعني الاقتصاد الفرنسي له تباعية للاقتصاد التونسي يعني الاقتصاد الفرنسي له عجز تجاري مع اقتصاد تونسي يقول يا كريم تعالى ويقترض من أجل يشيل الخبزة متاع التونسي إذا يعني المغالطات سمحني هوني الغريب الغريب كونه رغم وجود النسخه السادسه بتاع صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي ما تكلمش علاش ما تكلمش صندوق النقد الدولي لانه ما يحبش يجبد الحكايه هذه لانها كيف نجبدوها تولي تونس تطالب بالغاء اتفاقيه الشراكه ومراجعه كل اتفاقيه الشراكه اللي عملناها مع المجموعه الاقتصاديه ومع الاتحاد الاوروبي ونطلب وقتها جبر الضرر لانه دمرونا اقتصادنا دمرونا اولادنا دمرونا المؤسسات التونسيه بتدليس هذه الارقام علاش لانه اليوم علاش ما عندكش انتاج لانه هو رفع كل الحواجز الجمركيه امام المنتوجات الاوروبيه الصناعيه والفلاحيه والمنتوج نتاعك التونسي اليوم يعني عاجز على المنافسه وبالتالي تجيب له انت منتوج اوروبي التونسي كي يلقى المنتوج يعني عنده جوده عاليه وعنده سعر اقل انا يستهلك تونسي يستهلك يعني الاجنبي الاجنبي نعم وقتها التونسي ما يلقاش روحه اذا تم تدمير الاقتصاد التونسي بهكذا اتفاقية وهذاك علاش احنا نطالبوا بمراجعه اتفاقيات يعني التعاون والشراكه مع الاتحاد